هادي دابا نضادر جداد ياك؟ ها؟ هادي نضادر جداد؟ قول أيمن. مزيان وشكرا شكرا الناس ديالنا. قول شكرا. قول أيمن. تبارك الله عليك هذا الشيء. شكرا. الحلوية ديالك حنيني. شكرا. شكرا. وليدي شوية ما ندير راه ديالك. شكرا. هادو الحلويات ها ديالك. جبد الفرومة. الله يرحمنا من الوالدين. شكرا الناس. أشكركم الله يرحمك من الوالدين. شكرا يلا حجي. باش عليك؟ سلام. كيدايره المدرسة مزيانين؟ الحمد لله حنا غاديين. حنا جينا لهم مديرات كيما العادة. مديرات كيما العادة سميتو هادو باش ديال الشتاء اللي ما كنا جاوبش عليهم. جميعكم جميع الفريق الأصلي الأوسط المحسنين جزاكم الله خيرا. أنا درت تحسين الدراسة ودرنا الدرس في الأجهزة عن الطرق البصري. إذا إعادة التصحيح النظر كانت نتائجه الدراسي جيد، كنتمنى هذه السنة أيضا إن شاء الله بعد هذه البذرات تكون نتائج إيجابية ومحسن دراسي وتصحيح نظر. ودابا الأمهات راه جاو يجيو تما يسلموا الدراسة ديالهم وهادو الوليدات ديما وباقي شي وحدين اخرين ثاني ان شاء الله غنوزعو عليهم. على الموج الثاني غنجيو لكم ان شاء الله. حنا مع التباعد دابا مع الجائحة كنحاولوا نديروا باش نوزعوا على البعد ان شاء الله. نعم. وشكرا كنشكرك استاذه. شكرا شكرا جزيلا. وشكرا جميع فانتم بذلتوا واحد المجهود كبير في هذا مع هذه الجائحة. هذه الجائحة والتباعد والتعقيم. ونتمنى يحصلوا على نتائج جيدة في الدورة الثانية ان شاء الله. سعدية سيري الهيت سيري الهيت سيري الهيت لاباس جينا عندكم من الدوار دوار جديد ما كنشوفيش تي كدير الخياطة ولا كدير شي حاجة وشكري الناس مساكن الناس يعاونوك شكروا كاع اللي عاونوا الناس المحسنين وداك الشيء كلشي كنشكرهم كنشكروا اليزيد جمعية عبو صابون المهم حنا نتمنى تشوفي ان شاء الله دي ان شاء الله الله يحفظك تشوفي مزيان ان شاء الله بارك الله فيك تفضلي فاطمه وشكرا الناس الله يحفظك شكرا شكرا كل شيء اللي ساهم في هذا الشيء كنشكروه الصباح والعشيه شكرا سلام من زاكين لاباس الحمد لله كيف لاباس دان الحمد لله شكرا لاباس رز العين شويه وراسنا بزاف سوالي لينو المدنه تفكرنا غنضادر هذا سني فكر ربي الخير هذا وني فكر ربي الخير هذا وني فكر ربي الستره هذا وني فكر ربي الخير شكرا شكرا بزاف لا لا عيش هكا امزام زوان الله يحفظك انتي فرخين كوثر يا كوثر سلمى ها سلمى امزه بسم الله الحمد لله عيشه امز زيد ابو صابون رئيس جمعيه نهضه الزناته للتنميه والتضامن باقليم المحمديه جهه الدار البيضاء سطات اليوم كننظموا عمليه توزيع النظارات الطبيه لفائده مجموعه من الاطفال والارامل والنساء في وضعيه صعبه اولا قبل التوزيع قمنا هذه مده اسبوعين قبل قمنا بعمليه الفحص الطبي لامراض العيون وكذلك قياس البصر الحمد لله كل سنه هذه مده 13 سنه وحنا كننظموا هذه العمليه هذه عمليه مبادره خيريه خاصه لفائده التلاميذ ضعاف البصر والارامل وكذلك بعض الحرفيات اللي كيشتغلوا في مهنه الخياطه اللي عندهم مشكل في النظر الحمد لله هاد المناطق اللي غنحاولوا غنوزعوا فيها هي مناطق عين حروده مناطق سيدي مجذوب سيدي مسامي العلي مناطق سيدي مومان بعض المناطق منطقه زناته والمحمديه حاولنا اليوم باش بهذه السنه هي مميزه بحكم الجائحه جائحه مرض كورونا او كوفيد 19 اللي كما كتشوفوا الظرفيه اللي كنعيشوها هذه السنه حاولنا لان هي كانت صعبه شويه حاولنا باش نقوموا بهاد الناس هاد التلاميذ وهاد الارامل حاولنا وهاد النساء حاولنا باش نولجوا عند هاد الاطباء ديال المختصين في طب العيون وكذلك عند لوبتيسيان او النظاراتيه اللي حاولت باش تشتغل معنا هاد السنه كذلك قمنا بتوزيع توزيع اللي عن بعد حاولنا وزعنا بالمقر الجمعيه حاولنا وزعنا
وزعنا بمنطقه بمركز التربيه والتكوين بسيد مجدوب بدار الاطفال بالمحمديه، كذلك ولجنا بعض المدارس والمؤسسات التعليميه اللي زرناهم، لان ما يمكنشنا باش نجمعوا جميع المستفيدين، لان هذه السنه هي كما كتعرفوا هذه السنه بحكم الجائحه هي سنه استثنائيه. واولا بغيت نشكر جميع من ساهم، خاصه المحسنين اللي ساهموا معنا، اللي كيساهموا معنا، وبعض المقاولات المواطنين اللي كتساهم معنا في هذه المبادره، كنشكرهم جزيلا، وكنشكروا النظارات ابن الهيتام، كنشكروا كل المستفيدات هما المستفيدين اللي هما بذلوا واحد الجهد واحد التعب، لان بحكم تعذبوا شويه، لان باش كيجيو مره الاولى مره الثانيه مره الثالثه صعيبه شويه. ونتمنى ان شاء الله، الحمد لله، الله يبعد علينا هذا الوباء، هو اللي كنتمنوا ان شاء الله، ونتمنوا هاد المستفيدين حتى هما يكونوا فرحانين بهاد النظارات. وكما كتشوفوا النساء هما الحرفيات اللي غيتعاونهم على يعني الحرفه ديالهم الخياطه، التلاميذ ان شاء الله اللي غيحصلوا على نتائج جيده في نهايه السنه ان شاء الله، لان شفنا بزاف التلاميذ حصلوا على يعني بعد النقاط ضعيفه، نتمنوا اكثر ان شاء الله. وصراحه الله الحمد لله احنا جد مسرورين بهذه العمليه، بهذه المبادره الخيريه، وشكرا لجميع من ساهم في هذه المبادره الخيريه. لا باس، انت اللي تكلف علينا انا بالنساء بمركز هذا المركز تابع للجمعيه الحمد لله ديال سيدي مسلم الجزوب، وقلت لي بان بزاف النساء اللي ما عندهم مشكل في النظار، احنا هذه السنه قدمنا لكم النظارات وقدمنا لكم عمليه الفحص الطبي الحمد لله. كما شوفوا هما دابا النساء العامله ان شاء الله، اش هو المشكل دابا اللي عندكم؟ ها هو النظاره ديالكم انت. هو دابا ما كنشوفوش، باش مشكل كنشوفوا القرب ودابا المشكل ديال العيالات، كاين اللي باقي العيالات اخرين حتى هما عندهم هاد المشاكل ديال هاد قياس النظر وداك الشيء، ما كيشوفوش مزيان، ما كيعرفش البرا ولات كتغلبهم. ودابا الحمد لله ملي غديروا لهم النظر وداك الشيء غادي يكونوا بخير وعلى خير. وشكرا للجمعيات والناس اللي وقفوا معنا والمحسنين، كنشكروا الناس كل شيء اللي كل من دار شي حاجه لوجه الله كنشكروه، والحمد لله، وكنشكروكم حتى انتم اللي واقفين معنا، والحمد لله على كل شيء.